كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. غمزه فتح المولدي. صباح الفل الجماعه الكل والناس الكل هجوره رفيق وكل الفريق. تعودتوا في الوقت هذا من احلى صباح على موزايك اف ام بغمزه فتح المولدي بتحاليل الموضوعيه والراسينا لحل البلاد والعباد. ولكن اليوم تحرمنا من هالغمزة بسبب غياب مفتوح علينا، غياب قصري مالوغوزمون، بعد قرار جائر اتخذه رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ محمد الهاتفي، واللي يقضي بمنع المحامين من الظهور في البلاتوات الإذاعية والتلفزية. كلام اليوم الصباح موجه إلى السيد عميد المحامين التونسيين الأستاذ إبراهيم بودربالة، اللي تعرف بنضالاته لسنوات بل لعقود من أجل الحقوق المدنية والحريات. سيد العميد مسيو لو باتوني، ندعوك بكل لطف اليوم للتدخل من أجل إنصاف المحامين الممنوعين ممارسة حقهم في التعبير والظهور في وسائل الأعلام ووقف هالقرار الجائر، خاصة وأنه يمس من حرية التعبير. يكفي أني نذكرك سيد العميد بأنه المحامين في تاريخ تونس كانوا الحديث على الأقل شكله خزان كبير الحياة السياسية والمجتمع المدني والأحزاب، كانوا في الصفوف الأولى في خوض معركة الاستقلال ومن ثم بناء الدولة الحديثة والانتصار لثورة الحرية والكرامة. قدش من محامي ومحامية كان عندهم إسهام في الشأن العام في تونس واعطاوا الإكزامبل، من الزعماء الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف للهادي نويرة والباجي قايد سبسي وفؤاد المبزع ومحمد الناصر، والقائمة تطول. سيد العميد، إذا اليوم تم إقصاء المحامين من الإعلام، دونك غدوة يجي الدور على الشأن العام والمجتمع المدني، إيش باش نعمل اليوم لعشرات المحامين في مجلس نواب الشعب والجمعيات؟ السيد العميد إبراهيم بودربالة، عندنا ثقة فيك وفي حكمتك من أجل رفع المظلمة هذية في حق فتح المولدي وزملائه، لأنهم صنع رأي اليوم في البلاد ويشرفوا خدمتهم ومهنتهم ويلتزموا بأخلاقيات مهنة الصحافة كذلك اللي مارسوها بل يشرفوها. وكما يقول فتحي، والحر من غمزة. غمزة فتح المولدي كانت هذه الغمزة اللي حبيناها على طريقتنا، أوماج الفتح المولدي، إن شاء الله يرجع لنا في القريب العاجل.